بنتكلم هنا على افتراضات النظرية الكلاسيكية. أنا عندي 5 افتراضات. الأول، عدم وجود أي تعارض بين المصلحة الخاصة أو الفردية والمصلحة الجماعية. الثاني، أن هناك توجيه أمثل أو رشيد لموارد المجتمع. الثالث، أن المبدأ السائد في المجتمع والحرية الاقتصادية لجانبي السوق سواء المستهلك أو المنتج. الجانب الرابع، أن النشاط الاقتصادي في حالة توازن تلقائياً دون أي تدخل من جانب الحكومة أو من جانب السلطات الاقتصادية، بمعنى أن الطلب يساوي العرض أو أن المجتمع لا يوجد به حالة عجز أو حالة فقر. الفرض الخامس، أن الناتج القومي يتم تقسيمه أو زيادته على اعتبار أنه دون هدف لأي نظام اقتصادي. لو اتكلمنا على التقييم النظرية الكلاسيكية، هنلاقي ان هذا التقييم بيتضمن عدة عوامل. العامل الاول، ان المنافسة الكاملة اللي كانت شيء محبب للكلاسيك او للنظام الحر تحول بمرور الزمن الى الاحتكار، وده طبيعة الحال نتيجة لوجود خسائر في السوق، ان المنتج الضعيف بدأ يطلع من السوق ويتحكم المنتج القوي، فتحولت المنافسة الى احتكار. العامل الثاني، ان جهاز الثمن اللي كان بيوازن السوق من خلال العلاقه بين الطلب والعرض فقد الفعاليه بتاعته، واصبح هذا الجهاز مش قادر ان هو يخلق للسوق حاله التوازن. العامل الثالث، ان النشاط الاقتصادي بتاع المجتمع كان الاول بالنسبه للحكومه يقتصر على ما يطلق عليه كلمه الامن والدفاع. بعد فتره اتضح ان الحكومه مطلوب منها انها تراعي مصالح الافراد، خصوصا اصحاب الدخول المحدوده او اصحاب الفقراء. العامل رقم 4، زاد التعارض في نهايه النظريه الكلاسيكيه لسياسه السوق الحره او لاليات السوق، لانها اهملت مصالح الطبقه الفقيره وهم الغالبيه في المجتمع لصالح الطبقات الغنيه. العامل الخامس، النظريه الكلاسيكيه زي ما احنا عارفين بتعتمد على التوظف الكامل، وبالتالي لا يوجد اي اكتناز ان اي دخل بينزل السوق بشكل الطلب يساوي العرض، وبالتالي فان كل الدخول الموجوده في المجتمع بيتم توجيهها للاستهلاك والاستثمار ولا يوجد الادخار، ولذلك فان العرض يجد الطلب المساوي له داخل السوق.